وتوا جاء وقت التكنولوجيا وعالم الذكاء الاصطناعي، خلينا نقولوا من عاش سكولي معنا انتليجنس ارتيفيسيال ولا هذا كل باش نكتشفوا مع ياسين حافي في كليك بيت. كليك بيت هو مش عالم الذكاء الاصطناعي، يقرب للذكاء الاصطناعي، اسمه augmented reality، معناها كما نقولوا نحن الواقع الافتراضي، انه انك تعيش في واقع افتراضي وتعيش فيه كي نقول نحن في وهم، فهمت؟ دونك نحكي اليوم على ميتا اللي هي العبيد اللي متعرفش الشركة، هي الشركة الام متاع فيسبوك واتساب انستغرام. دونك ميتا تخرج لونيت، نظارة اسمها اوريون، بعد ما خرجت ابل النظارة متاعها هي. دونك عنا اكتشاف جديد اللي هو اوريون، وهي نموذج اولي، خلينا نقول معناها MVP minimum value product، معناها اول نموذج يخرجوه كما نقول احنا بروتوتيب، يخرجوه يكتشفوا به للعباد، يشوفوا ديمو كما نقولوا احنا، حاجه تشبه للديمو. الديمو هو اول سكراتش يصير، MVP هو حاجه مبنيه على الديمو هذاك. واضح به، فهمتني ولا فهمتك؟ نقول احنا الفكره minimum viable product. واضح به، دونك كيما نقولوا نحن اول برودوي، مازال نجموا يزيدوا يبنيوا عليه، ونجموا يزيدوا يخرجوا حاجه ما خير منه. هو كيما قلنا هذا مش المنتج النهائي، دونك نجموا نراو النيه نتاع ميتا المستقبليه في القطاع هذا، والتقنيه اللي تنجم تستخدمها في خاصه في عالم النظارات. كنا رينا عملت بارتنريا مع الرايبان، وخرجت زاده كيف نظاره للواقع المعزز بالعربي تسمى. دونك اوريون هو كل معناها معليك انك جوست تعطيه اوامر، عندك لونيت نجمو نحكيو تويك على شنو تعمل اللونيت هذيا، هي تنجم تحكي معها بالصوت، تقول لها مثال غازي بركا كرهبتو، انت مو اللونيت نتاعك تكبتي كل شيء، بركا كرهبتو غازي مشي بركا كرهبتو، وانت خارج من الفاك نتاعك تقول للونيت نتاعك تحكي معها تقول لها انا وين بركيت كرهبتي، تخرج لك توريك هكا المسار حتى لين تخرج انت لكرهبتك. حاجه اخرى نعطيك اكزامبل واحد اخر، انت قدامك مثال عظم وزبده وفرينه وزيت وحليب وكل شيء، باللونات نتاعك تقول لها شنو نجم نطيب الحاجات هذوما الكل، تعطيك دي ريسيت وتعطيك معناها حاجات نتاع شنو نجم تطيب باللونات هذيك. جوست باش نرجع لك للاكزامبل الاول، معناها كان غازي يلبس اللونات هذيا وقول لها وين باركيت كرهبتي، تقول له وين باركا كرهبتو، تقول له وين باركا كرهبتو، تهز ما هو هو هبط من الكهرباء نتاعو. وديجا هي ديجا معناها اللونات هذيا متبرانشه تنجم تكون متبرانشه بالجي بي اس، والا كان هو هبط من الكهرباء نتاعو هو، وقال معناها راني انا تويك هبط، تحكي مع اللونات نتاعو بالصوت، يقول لها 200 بعديك كي يرجع يقول لها انا وين باركيت كرهبتي، تخرج له كيما الطريق، معناها ما تخيلش كيفاش تخرج له طريق خاطر توصل ما غازي ما عندوش كهرباء. ليه باهي مش هذايا موضوعنا، تخرج له عرفت كيما التراس حتى لين يخلط حتى لين ما نعرفش كان لعبته قبل اللعبه نتاع هذيك كبوكيمون جو، تتوج على بوكيمون وكل، دونك براكتيكمون نفس تنجموا تتخيلوها نفس الحكايه، تخرج له كيما التراس. اللونيت هذايا والله نزيدك مازالوا باش حاجات، نزيدك حاجات اخرين، اللونيت هذايا متبرانشه بالانستغرام كما قلنا والواتساب نتاعك وكل، يعرضني غازي انا غازي انا وياه مثلا، انا تويك انا وياك عزيز نحكي، انا وياك تويك عزيز نحكي مع بعضنا، مانيش اميع على الفيسبوك. واضح باه، من بعديك نروح للدار انا خاطر نحن كونكتينا على نفس الواي فاي، باش ترقاني مثال في الفيسبوك نتاع مثال هذايا اجوتي عايز اختار خوف ما عرفش نزيدك مازال الضرب شيخ لحظه برك يا غازي، ركزتي في الحكايه هذه. انا وغازي تويك بنفس براتيكو نفس التقنيه، انا وغازي امي على الفيسبوك، عرضني غازي وحتى راتو اللونيت كبتيتو اللونيت، تخرج لي الفيسبوك نتاع غازي، معناها باش حتى كي مثلا نسيت اسم السيد اللي قدامك تخرج لك البروفيل نتاعك، تخرج لي مثال انستغرام، وتخرج لي تقول لي مثال تحب تكلم غازي، فيها برشا فيها زيد اللعب، مثال تجي ترقى طاوله وتلعب مع افاتار وتلعب بيك بونج، وحتى معناها من بعديك باش نزيد نحكيو معناها على سي ان بي سي، عملت تجربه باللونيت هذيا خاطر هي مازالت ما هبطتش على معناها في المارشي، قالت لك انا كلعبت الصحفيه اللي جربت اللونيت هذيا، قالت لك انا كلعبت البيك بونج مع باللونيت كاني قاعد نلعب فيها نورمال، مش كان بيك بونج كيف في تنس، تنجم تكونكتي بها، تنجم تتفرج في معناها تتفرج في الفيديوهات على لي ريزو سوسيو، خاطر هي تنجم تحل فيها ديزيكون فيسبوك انستغرام وواتساب، دونك تنجم تحل معناها تسكرولي في وسط الفيسبوك نتاعك، تشوف الاخبار في وسط الفيسبوك نتاعك وانت لابس لونيت. الحاجه الاخرى اللي اللونيت هذيا فيها معناها كي تراها ماهيش كلها كحله،
معناها تنجم ترى العين. اما فيها ديكابتور وفيها براسلي تلبسها. البراسلي تبعث الليكابتور خلينا نقولوا اشعه من احنا من العين المجرد ما تراهمش اللي هي تخليك ترى معناها كما نقول نحن ترى العبيد تفرشينا في اللايف تراك اللي زيكون معناها تنجم ترى التاريخ نتاعك. اما انا كي يبدا غازي لبس اللونيك من برا ما راش الحاجات اللي يرا فيهم غازي. واضح وغازي يرا فيا انا هذه قوه اللي عاودي لي والله لا فهمت باه نبسط المعلومه على الاخر. غازي لبس اللونيت سي غازي العبيد العبيد اللي تسمع فينا في الراديو مش قاعده ترى في غازي. غازي تبيك مقابلني بالضبط غازي لبس اللونيت انا مراش شنية اللي غازي يرى فيه معني عرفتني انا من برا. اوكي اما غازي يرى الحاجات نتاع الاوغمونتد رياليتي معني يرى اللي زيكون ويرى السكرول الفيسبوك ويرى كل شيء ويرى زيد الواقع العادي معني نتاعو هو. ما تقولش عليا نمشي في الشارع ونكونكتي وفرد وقت وندخل للخضار ناخذ كيلو بصل ونتعدى ناخذ قهوه ونكونكتي حاجة اخرى. انت تحب تمشي لاي بلاصه نقولوا نحن غازي خرج من المنزه كات من البلاصه نتاع الراديو باش يمشي لقمرت يقول مثل اللونات راني انا نحب نمشي لقمرت تحط له جي بي اس ماني حافظها اثنين تاع قمرت غادي خلينا نكملوا التكنولوجيا دونك هذه ابار برشا 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 حاجات اخرين معناها مش معناها نزربوا اكثر في الوقت. دونك نرجع معناها للمقالات اللي قريتهم ويحكيوا على اللونات هذيا. فما سي ان بي سي كما قلت لك عملت تجربه حيه للونات هذيا من خلالها وصفت الصحيفه واشارت انه النظاره هذيا عندها مجموعه من التطبيقات كما كنت نحكي لك كما انستغرام وفيسبوك وكل شيء وزيدا كيف عندها موتور دو ريشيرش معناها انت تنجم تحل تشات جي بي تي في وسط اللونات نتاعك انت وتنجم انت يعني مثل لي بروف نتاعك. اما نحن معناها من ندعموش ما نشجعوش على الحاجات هذه تدخل انت باللونات هذه خويا العزيز ريدونك تشنك زوزوز ما نشجعوش معنا خاطينا نشجعوش تدخل تعدي الاكزامان نتاعك تبدا اما هي خاطر تتعامل بالصوت لازمك تحكي معاها دونك صعيبه شويه باش تفسكي اي ما تلقاش حاجه اما هاو فيش عندك اونترتيان انت كنت تحكي في اونترتيان عندك اونترتيان للعبد اللي باش يعدي لك اونترتيان ما يعرفش اللونيت هذايا مثال نجم هو يعطيك اسئله وبعد باش تسمع اللونيت السؤال هذاك تخرج لك في الموتور دو ريشيرش تخرج لك ديريكتومون الاجابه على السؤال هذاك وتبدا انت تجاوب وكانك انت معناها قاعد تحكي. و انا قاعد ابار السوم انا قاعد نخمم حتى توا غازي تسهل لنا برشا البرودكسيون هذيا نوليو يجيبوا ان فيتيو يقعد قدامنا تعطينا الاسئله ديريكتومون. والله لا والله ريالمون قاعد نخمم الدنيا تدخل بعضها كي لا تفهم شكون اللي عنده اونترتيان به شكون اللي عنده لونات معناها اللي خير اللي عنده لونات ما احسن تو باش تولي الدنيا صحيت اللي عنده لونات ما اغلى السوم السوم نتاعها باش نقبل السوم نتاعها خاطر السوم نتاعها سسبانس شويه هذه راه كما قلنا راه ام في سي معناها ام في بي كما نقولوا المسوده الاولى معناها مازالوا ينجموا يطوروا فيها اكثر واكثر ونحن رينا مثال اللونات نتاع ابل اللونات نتاع ابل تلبسها كما الكاسك معناها سيء انتهى معناها انت تويك عايش في موقع اخر جمله ومغاير جمله. نرجع لك على السوم نتاعها ما حبوش يقولوا عليه اما قالوا ماهوش اما مش باش يزيد مش باش يزيد الانفورماسيون الموجوده المتوفره اللي هو مش باش يكون اغلى من الايفون 16 الايفون 16 اللي خرج ايفون 16 معناها الاخراني اللي خرج مش باش تكون اغلى منه ونعرفوا زاد الايفون 16 اللي خرج معناها قوه قد ايش هو الايفون 16 1000 ويش دولار واضح باه دونك فهمنا ابارامون ماهيش غاليه برشا برشا اللي تخت لتونس بالفازيت وكذا وكل شيء باقي 10 ملايين تخت 10 12 مليون تخت 10 ملايين اه ليه غاليه بيناتهم حطنا وكل واحد روبريك نتاعو يلبس اللونيت جيم ريك سمتو خيان لونيت ومعاها براسلي مهمه ابارامون البراسلي كيما قلت ياسين تبعث لي سينيو للونيت. ميرسي بوكو ياسين حافي شوي اخر نرجع معاك انت زينب في موتيفي من قبل هذا الكل اخبار.